إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة، أعاذني الله منها وإياكم. ولا ليال سودة وهذه الهيدي بركيو ودرسي كم إذا دروستين إن هو دكو كل مجري وصدع إيوان كأن كقرني دعذوين كوضن بايا إيو رمات كأدونك ودرسي قيسة دحاد كتابك وقري شيخنا علامة الشيخ محمد حسان السلفي أها أحداث النهاية والنهاية العالم دعذوين كأدن بايا يو دمات كأدونك مرك دعذوين كأدن بايا وحي جوجل يجيهين أدونك دمات كيس لابد يدرسيه هراء أو إنه مارتي وري جوجل يجي كتشره أين كتشرها إلهي هيدي بركايا وأمور مهمة إني ندقي سنو حيا لي وحواق أنا كدعية مسلمين تيها إيو دقالادا إيو فتنك إيو علادها إيو فقرك إيو دولة حميدة إيو قبصة شدد للكو دي قالا إي قبصتي وحيابها مصائب كهريرهن كدعية أردن أو أهو حيابها ساعدة كهر ريا قيامه يا رسول كسود ينوش عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أي دروس تاني نوفا يدينسا لذلك قف مرك وأقوان ياشو وحيابها هريري سكدع يا إيمان كيسة مجل كليان بل أي ويسيح وجنيان لأن مركز تو أدركته وحيابها دعية أو قرآن كينا أتكفى أنتي سنة النبي كينا أتكفى أنتي صلى الله عليه وسلم وحي كوسي سيادين سا يقين تادي هوري إيمانك بي يقينك لكوسي سيادين سا لذلك إن لقشك يا وحويا أمورها نوع عنو كلاهي آدي آدي مانتا إنوغيهين مارتي أمورو آدي آدي مهمة وحي نكوسي قد جري رسولك صلى الله عليه وسلم لابدي درسية هوري وحيابو دقالة مانتا أدونك كرعاية مسلمين تا يقالة إنيكو كل مدونان ضعفي كان هذا أي نقص كان أنا أي كسر مرتي أي كهر ريان بينه لبدي درسية هراء مقدمة هان أي نقص ورناي ولي مقدمة دي ما كان كتشر إن شاء الله محاقوم مهمسن وحين صارقنا رسولك صلى الله عليه وسلم أحاديثي إن ورسولك يلي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قالوا يا مسلمين وحيس كهوري من دونان دقالو إيهو قالو دعو بحيان هر مجدون سيدا أي كتبتو دي يعني هي هوري وليبا بايبكا أما إنجيلك تيجيسي قديم كها يا توراد كيمي يا أهديجيسي محانكو دا حديث كها لابد باوحي كهلان دقالو دا سينا دعو دونان دقالو دا كدب النبي الله عيسى سودق دونو إننا رسولك صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم سدا إيجا أي يعني هي آثارتي هري كتبته دي وحجايان بار رسولك إنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أو مركي عبد الله المسعود وقي منك يودي قيامه ساعدة أياد عي وأكيد دي عبد الله المسعود أي دي قيامها ساعدة وحكه الرية على مضاف ربضان الله والله قيبيه على مضاف يرير يا على مدى وين؟ لذلك على مدى يرى سقو عبد الله المسعود تريق قارك مدى سأين صو آخرني عين مريني أن على مدى حس إنه قصي ودنا يعني حديثة إنه قصي ودنا كهرين دعنا عيسى نبي الله صلى الله عليه وسلم نبي الله عيسى سودي تان كيسة يه جامنت ومدها هو جامن دونه وحكى له رسولك صلى الله عليه وسلم وشيخه هل كان مقدمه وكاني أحاديث كله
أحاديث كله أو ودون إيو إنه جوجل دي جوجل ديجو وحياه بحدي إدانا نبي الله عيسى يا علامات كواوين إيه إيمان دانا سي مقدمة هانا يدو تفصيل يدو أه والله كلا ساري أينو كتابك حقي سدن به مرت أينو إيمان دانتو إيو مرك أينو أخرنا ولله الحمد تبارك وتعالى لذلك هدان قد قال الله وحن سوى مريني حديث كي ورسولك خطبيي صلاة دي الصبح إلا صلاة دي ظهر إلا صلاة دي عسر إلا عشايقي وشي كي صحابة ساعد وحكاه الرأي أردن صحابة يهدين وحن نغور برسولك فأخبرنا بما كان وحي أهان دونا وبما هو كائن وحي أهاي وحي أهان دونا أو مرتي فاعلمنا أحفظنا كنا وقوا قنط بدن لو حي رسولك نوسي شاقي ساعد كهر يا علامات كي دوحة وقوا وحوية كوقوا حفتك بدن لي وفي صحيح البخاري صحيح البخاري قوحة كسر رسولك صلى الله عليه وسلم من حديث عوف بن مالك قال الرسول كون يلي عوف بن مالك يلي قال رسولك قال النبي النبي قوحة صلى الله عليه وسلم اعدد ستا قيامها كور لحتربوير بين يدي ساعة ساعد انتان لقارين هرت لح تريبودي لح شيء كتير واي هاي لح ذا شيء محيهم لح ذا شيء نتعرف عليها مرتين نتعرف عليها بعد ذلك إن شاء الله لح ذا شيخ وحروين وين ترينا فالله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم إلهي باو شيء لح ذا وأضلعه على كل ما يقع في الكون وحكى الصو لو بهين نسيء قاننا رسولك وينوشه أو كون ككدي عدوني ثاني ساعدك إن بين يدي ساعة ساعة ذكر من علامات ساعة الشيخ وحر والعلماء يقسمون العلامات إلى قسمين علماء نوحي قيبيا علامات قيامها كور هي اللي بقي بض علامات الصقرة علامات يرير وما انت بقى انكو قد تشرسة انو ارك دونا وعلامات الكبرى يا علامات واوين او انو امن دونا الشيخ وحر مارتي ساتعرض مارتي ساتعرض الى ذلك بالتفصيل بإذن الله المولى كتاب كان انت انوضنا وحيدي لبدا علامات كيرير يا علامات كوين با سي يعني هي كلا صار سارن بين اوغدا جلي دونا فمما نعيشه الان محايا لقار كميدي ووحن هدا لنا اللهي وما نراه بعيننا ووحن ندهن كوارقنا وما نسمعه باذاننا ووحن مقلينا اخبرنا عنه حبيبنا وحين غور من حبيب كين تشالين ونبينا منذ 14 قرن افريت تمن قرن كور برسولك وحاصل انه شيخ صلى الله عليه وسلم وصدق ربي إذ يقول إلهينا رمبو شيء مركودي وما آتاكم الرسول وحي رسولك إذن لي مادة فخذوه قاتا وما نهاكم عنه رسولك وحي كرهبانا فانتهو كهرا واتقوا الله مروا بإلهك بغضا دريقي سي رسولك الرعيدي سا إن الله إلهي شديد العقاب هدي أكب قوم إذن عقابك سوى ميدو درنيهي حديث كهرون إمام بخاري بصوة ساري وقال تعالى إلهي وحولي والنجم إذا هو وحن كل دارت حد الجمر كل دعه ما طلا مل من صاحبكم صاحبكين والنبي الله محمد وما غوى منا يعني هي حباب وما ينطقكم مرتكم الله عن الهوى هو ديسا إن هو أي ما هو ما هو حكوها الله رسولكم إلا وحي مويانه يحاله وحيده علم وحبري يعني هي علم وحبري هو رسولك يعني حق شديد القوى كي يعني أودو صاحبك جبريل با مارتي معلموها ومارك إلهي جبريل وحي وسو ليبا عدة وحي رسولك بارتي وكي حوق بدنا وجبريل عليه الصلاة والسلام فكل أمر متعلق مارتي بالدين وحكستو الدين تا أين ما تكال لين وح مارتي كتعلقة وحي من رب العالمين ووحي حق إلهي اللي يسود شيء لا يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عند النفس رسولك نفسي سكما الله وقال تعالى إلهي با قرآنك وحوري عالم الغيب إله أي مرت إلهي وكقيب كأب فلا يظهر على قيبه أحدا إلهي قيب كيس إدنا وشيقه إلا من ارتضى إدو رعليك النقود مياني ومن رسول رسوله فسوشا وحي وإلهي رعليك النقوديني خلقي كجرسيان وحي يجيس أو أينان أغين أو قيب إنقاها با إلهي قيب كوحكا مدى إنو شيقه وصوتين علامات كساعدة إيا قيامي ساعد إنتو إنوشرا وصوتين عاو أدراسينينو إن شاء الله لأن قيب كي إلهي أيا وحي نوغو سو ديبي جبريل جبريل النبي محمد نوغو سو ديبي نبي محمد إنكي بي نوصو شاقي لكن وحي اللي نو شاقي ينبي نوغن هاي وحانو إلهي نو شاقي نموغن واسدا درادين
نعم بو شيخو يلي مرتي علم النبي علامات الصقرة نبي وحو أغادي أو إلهي كو أغا إلهي وشاقي علامات كيريدي والكبرى كو وين التي وقعت في دعضي أولريدي اللي قاربا أولريدي نبي قمركو يمي أولريدي وحن ركضونا حتى سوصيرتان كان نبي قينا أيابا علامات كيرير كمدها مرتي وستقع بين يدي ساعة ساعة كهرنا ويدعي دونا علامات كسي. وقد تقدم الحديث الذي رواه البخاري حديث كي بخاري وريبا يا هوري نصو مري ومن حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي يقول لي أعدد ستا لحتري بين يدي ساعة ساعة قيامة انتاني لحتري لحتري الرسول كويل كم حاوه الرأي موتي بالرسول كويل قيري ده الرسول كوحي كم انتهي من علامات ساعة وكو أولي بقى علامات كريرة ثم فتح بيت المقدس بيت المقدس مسلمين تو اللي واقع ورقالة هسين شرتيه إني قبصدان من علامات ساعة أي كم دهيت ثم موتتاني لبقي ريود ودعي دونا يأخذ فيكم أو صحابة يا مسلمين تا قبان دونا يأخذ فيكم كقعاث القنم سيدا عريقة مارتي وصنبب كو قلو قعاث كوحر على عريقة محان كورا دان عذر انتو كقف عيو سنكو دبيو أي كي مادانو أول انتو وصنبب يعني فارها حانونا مركا لبقي ريود أو إذين قبان دونا مسلمين تا كقعاث القنم سيدا عريقو مارتي وانتو محمد سانكا دوف وكانو ومارتي وقمادمو لما مودو إذن قمادي دونا اياكو حيقا وقضب كسدحاد ثم استفادة المال مالك ايا بدان دونا ومن علامته آخر زمن حتى يعد الرجل نينكي وحا لسين دونا 100 دينار آدي آد مارتي ودقيست بقول دينار با نينكي لسين دونا ايو ودهبة فيضلو وحان دونا ساخدا من عريسا ولو وحبا لي مسينين ثم وحا كمدا فدنة أي عدونتا لا يبقى بيت قريان باقي نقن من العربي أي عربي لا يضحي إلا دخلته فدنة سوي قلي دونتا يعني فدنة عامة أو قري مسلم أما عربي لا يضحي أن يعني هي فدنة سوي قلي دونتا وكو ثم دبنا وحاوضا بيسا وحايمان دونتا هدنة يعني هشيس تكون بينكم أهان دونا مسلمين تا يو بين بني الأسفر نمك بني أسفر على يعني يوروب يأدون كباور كاس هيستا مسلمين تيجا وحوجا هشيس بعد مرت ما دونا أو فيقدرونا هشيس كأوي برون دونا أو فيأتونكم مرك هشيس كبريان نمك على ذا الروم وحيدين لي ما دونا تحت 80 غاية يجو وتا سديتا علن أو مدول بعيدا جارة مرت عيدا كستابا وعلن جارة وتا وسديتا عيدا يعني سديتا هرمو أو مدول بمرت علن كودي جارك وتا تحت كل غاية يعني هي راية كستوحى مارتي وطا ويكا كومنتا إسنا 10,000 عالن كستعيدا مارتي وطان واللبية طبان كون أوقف مارك اللبية طبان كون مارك ينو كل فانو سديتا مارك ينو كل فانو وحين قونا إسا ساقال بقول إيا لحدا كون أوعيدا يعني هل مليون وهي أو مارتي وحي ركدمي هل مليون أفرتكم باكدما هل مليون أوعيدا أي إذن كسوك عندو نامباليد أو وطا سديتن على نوكل دوان وحلا يعني سديتن دل بكا سعودان وبوسبل رسولكو مرتي ساسبو ليه هاي واكو الله أكبر وحو ليه هاي وها نحن نعود للحديث من أول مرتي من أوله لنقف مع كلمات كلمة كلمة وحو لي أمورها أن هل هل سبداك نبو الشيخ ها نحن نعود وحا نولابنا للحديث من أوله أول كيسة أن نولابنا أول لنقف سنشرحنا مع كلماته كلمات كيسة كلمة كلمة وكو وعلامة علامة يا علامة علامة وسيأتي ذلك بالتفصيل يسقط تفصيل أنا وانكين دونا شيخ وحوري قال عليه الصلاة والسلام رسولك وحوري أعد تري انتان قيامه دعين ستا لح تري بين يدي ساعة ساعة دهر لح أمورات كتري ولي بالليح داني ماها علامات كي ووينا ولا لكي قمسين كاهو وعلامات كي ريراقار كميدة وكو علامة الأولى رسولك علامات كساعدة وحكم ده يرير بولي أنيق جيري ده موتي جيري ده رسولك يعني موت الحبيب فبموته جيري ده رسولك ما ننتو لنتي وقعت هذه العلامة من علامات ساعة لأن النبي وحوية النبي قدام بايا عد إلى هاي وأنبياء صدر أدونك ومدين نوحة من هاي ومد النبي الله صدر ومد قدام بايسا لأن أدونك رمال لذلك ومدى نبي حضو ومدى يودن بيسي نبي محمد والنبي يودن بيسي صلى الله عليه وسلم
marka laga umada nabi maxamed ama xaq ha qaataan oo gaalaha noqdaan ila gaalada umadii nabi maxamed marka laga xagga dacwada waayo ummadda nabi maxamed labaa loo qeybiyaa ummatu dacwa wa ummatu lijaaba ummatu dacwa waxaa la yihahdaa nabi maxamed maalintii lasoo saaray ilaa qiyaamu saaca qof kasta oo adduunka guudkiisa ku dhintaa waa ummaddii nabi maxamed laanna nabi maxamed baa loo soo diray inuu xaqa gaadhsiiyo ama ummadu lijaaba oo kuwii isaga ajiibay uu shafaaco qaadaya jannada la gelaya waa intii rumaysay waa intii rumaysay labaduban waa ummaddii nabi maxamed ayay noqonayaan lidaalika rasuulku wuxuu leeyahay mowti nebiyikana geerida nebigu waxay ahayd walaa zaala min acdab almasaa'ib masaa'ibka ugu waaweyn alatii muniyat biha lagu imtixaamay alumma haadihi alumma geeridii nebiga waxyaabaha lagu imtixaamay bay ka mid ahayd fafii sunani tirmidi waxaa ku sugan wabnu maaja wa musnadi axmed wa saxaxu sheikhu lalbani qaala anas wuxuu yidhi inay calaamaadka saacadda ka mid ahayd geeridii nebigu maxaa u daliilah xadiiskan baa u daliilah qaala anas wuxuu yidhi lamaa kaana alyowmu maalintii aladii dakhala fiihi rasuulullah sal almadiina maalintii rasuulku madiine soo galay isagoo muhaajira oo maka ka yimi adaa'a minha waxaa iftiimay kullu shayin shay dhammaantii baa iftiimay yacnii madiine way iftiintay ilay nebi maxamed oo nuurkii waxyiga nuurkii waxyiga iyo barakadiisii iyo rasuulnimadiisii iyo kalgacalkii ilaahay u jeclaa iyo kalgacalkuisna dadka khayrka la jeclaa iyo cadli iyo iimaan iyo maxaan ku dhahda ayaa camimay madiine oo dhan adaa'a minha kullu shay madiine maalinta rasuulku soo galay madiine oo dhan way iftiintay bu rasuulku ayuu leeyahay marata anas bin malik falamaa kaana alyowma aladii maata maalintii la gaadhay rasuulku dhintay fiihi madiina adlama waxaa madoobaaday minha madiine xaggeeda kullu shay shay dhammaantii madiinina markii rasuulku uu geeriyooday sala allahu alayi wasalam shay kastaa wuu madoobaaday walciyaadu billah wamaa nafadna maanaan ka tirtirin can maratay rasuulillahi sal sl alaydi gacmihii ciidda rasuulka aanu ku aasaynay caradii kamaanaan tirtirin wa innaa la fii dafnihi annagoo ku sugan inaanu aasno xataa ankarnaa quluubana markaasaanu quluubtaydii inkirray oo in masiiba nagu dhacday oo diintayadii iyo nuurkii iyo wanaaggaanu ku jiray ila rasuulkiibaa nala joogee in waxsi naga noqdeen oo calaamaadkii saacaddu nagu bilaabmeen markaasaa baanu fahnay buu anas bin malik yihi radi allahu canhu maxaa umalaynaysaa inagoo nebigii ka dambeynay 1400 sano maxaa umalaynaysaa lidaalika calaamada saacaddu waxay bilaabantay geeridii rasuulka sala allahu alayi wasalam xadiiskaasina waa saxiix wa radi allaahu can rayxaanati rasuulillah ilaahay raalliha ka noqdo udgoonkii iyo kalgacalkii rasuulka faadimatu zahra faadumadii ubaxa ahayd waa gabartiisa uu rasuulku dhalay xiina qaalat waxay ku tiri lianas bin malik ayaa faadumo waxay ku tiri yaa anas anasow radi allahu canhu adaabat anfusukum naftiinnima waxay ku wanaagsanaatay oo aa raalli ku noqoteen an taxthuwa inaa ku shubtaan aturaab ciidii calaa rasuulillahi sal alla slam ma rasuulkii intaa xalaal u qodeen oo aa godka ku rideen ayaa qalbigiinu idin siiyey inaa ciid ku shubtaan leanna qalbigii baa iyada gilgishay imaam bukhaari baa maratay kusoo saaray kitaabu lmaqaazi baabu maradi nabiy sal alla alay slam fa mowtu rasuulullahi geerida rasuulku waxay ahayd calaamatu min calaamaat calaamaadka saacadda kuwa yaryar bay ahayd lianna allaha tacaala lam yursil rasuulahu almustafa ilaahay ma soo diray rasuulkiisii uu doortay wa nebiyahu mujtaba nebigiisii uu maratay soocday ee isaga naftiisa uu gaar yeelay liyukhallada in yacnihi lagu waariyo fii haadihi alxayaati dunya adduunyadan nebigii looma soo dirin ilaahay baa qur-aanka wuxuu ku yihi jalla wacala wamaa jacalnaa libasharin iyadoo nebiga loo sheegayo maanaan yeelin qof ilaahay abuuray ama nebi muqaraba ha noqdo ama weli saalixa ha noqdo ama maxaan ku dhahdaa muumin ha noqdo ama munaafiq ha noqdo ama gaal ha noqdee bashar ilaahay wuxuu yidhi wamaa jacalnaa maanaan yeelin libasharin qof min qablika nabiyullahi maxamed adiga hortaa alkhulda inuu waaro qof waarayaa ma jiro afa in mita baa la yidhi nabiyullahi maxamedow haddaad geeriyooto fahum alkhaaliduun mayagaa maaratay waaraya baa la yidhi haddaad adigu geeriyooto waabaad geeriyoon doontaay iyagu miyay waarayaan kullu nafsin baa la yidhi naf dhammaanteed daa'iqatu lmowt geerida waynu dhadhaminaysaa inteena imaka isla hadlaysaa geerida waynu dhadhaminaynaa hadda intiina idhegaysanaysa ama idhegaysan doonta yacnihii qofka inooga hor dhimanaya ilaahay olredi wuu ogi malakulmowtkuna liiskii olredi wuu haystaa lidaalika maxaynu ka baranaynaa calaamaadkan saacadda iyo diintaynu baranayno qofku inuu geesi noqdo
هدي النبي محمد لدين وهي صلى الله عليه وسلم يلا دافيا لو عليه كل نفس دائقة الموت نفر من انت واحد لما نسجل ده ونبلوكم وحنكم تحامينا بالشر شر بانكم تحامينا سمارت ما انت شركه انها هيستا يعني ابار با انها هيستا ابسبا انها هيستا دين حما انها هيستا دتك مارت دوله الاسلام كبر بريا انها هيستا مسلمين تي استلي سبا انها هيستا هذول فرسو وبدكين يو قار مارت قال انها قادسه انها هيستا يعني ادونك ريلي نوابا انها هيستا ونبلوكم بالشر قلبة الرجال مسلمين تيو محنكو رجالة كأود بلطي ويقا مدح على سوق قراعي أو يعني فتن إيا حنون باين هيا ونبلوكم بالشر شر باندكم امتحان نبي لهيد إيا والخير مرنا وإنتا أنو شرك إذن كيف إذن بانو خادنا خير إذنكم امتحاننا هيا روب باليدين سينتونا وبد باليدين سينتونا أدون باليدين سينتونا لبضبو امتحان فتنة لأجل امتحان وإلينا وحاوقاتان دديه وحقا يقا أمبا ترجعون اللي ينسوا إلنيا لذلك أي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد مات هذه النبي جيريودي فهل ها يخلد أحد بعد قف قداشي لوارنا يا مجرى مايا وقال جل في عمارة علا إلها سرينتي سهو سقناتي إلهي وحيدي وما محمد محمد ماهن إلا رسول قد خلط رسول مويا أي تكتي من قبله الرسل رسل باكوريسي أفا إن مات وردون نبي الله محمد انتو أو قتل أمل الدلو انقلمتوا على عقابكم يا الله من إنسان آل عمران مركي أحد أي شبان صحابته أي بقدين با إلهي ولا يبيوح ليدي وهدي النبي محمد بلدلو مركي شيطان كل النبي ولا دلي يا أن صحابته أيوة عليه حتى هدي لدلي بقى أما أودن توصوا رسول سيد كما هرين أفا إن ما توقتل هدي لدلو أما وسكرن تو انقلمتوا على عقاب على عقابكم حق ميا كتشي سنة سان باليرو ميا قالوا بيسان دين تمن النبي الله محمد بوجهك تان بالين صلى الله عليه وسلم ومن ينقلب نك حق كجست على عقب على عقبيه عربتي سنك كلابتا فلن يضر الله شيئا فلن يضر الله شيئا إلهي وحدي باته أجي سمايا كاس وزيس الله شاكرين لكم وكو سغنادة إلهي وقام هدنقة امتحانك هدي لغو امتحانه وكو سغنادة حقا هدي برواقية خير لغو امتحانه خير كو سغنادة إيان كبرين إيان حق كفل يوبين كواس شاكرين تا إلهي بأبالين دوني بالين لذلك الشيخ الحر لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول كوادين تي ونام على فراش الموت جيرد فراش جيدي برسول كسيح دي وضاق سكرات الموت وحرد مي سكرات الموت كي فهو يدخل يده في قدح نبي قصد الله امتحامي مركو جيريون اي يسقع انتي سويل كبياء قلين اي فمرت فيه ماء او اي بيكو كتران ويمسح العرق وحسك ترتراي محنكو رديد كي جيرد يحنكو ككين اي عن جبينيه اللبدي سيعنيه دابا ندي سمحان كولادا الازر فلاور كاما وحاويك الانور النورايا ايو حوك مارتي ديدكي يا حنونكي سكراتكا ايو انتو بيا كوشبو ايو كترتيرا ايو كدليغاي ويقول الرسول كو خولا مركو جيرناي لا اله الا الله اله معبود حق لو عاودا مجرو الا الله اله موياني ان للموت برسول كو جيردا وحا وسغناداي لا سكراتن حنو با وسغناداي بلكا ور النبي صلى الله عليه وسلم يعني النبي جيبها سكرات هاي هذا بقول فيرسو إلهي حكمة بكده معسني هاي تذكر لأن يردها هي يورب تكتي وحيابا ما أنت لقوك على سيا وحكم ده هدو إلهي شرو إله عادلية هاي إلهي عروتها يريريو وضيهاش ووينيو محو إلهي مارتي سكرات كوو كانايو إلهي ما أحمق بابي لهذا لعنة الله عليهم لعنة متتابعة إلى يوم القيامة لذلك تذكر أن أقوانت لحيني مركيبا مركا اللي ورشة دانبا لوشي شكبا كنا عاية إلهي هو امتحاما هدو سبي يهي يهدو الرسول يهي يهدو قال يهي يهدو مسلمين هو امتحاما امتحان كقارنا وعقابك يأوب بلعبي وقفك قال كاما منافقة أدونك مركا لا امتحامه عقابك يأوب بلعبي النار تجهنم قفك مؤمن كأ أما صغير هالنقض أما ميت جبوبي وندم ببها لهين وأساس صغير هالنقض أما ميت حوق لهالنقض أما الرسول هالنقض يعني هي امتحان كلا امتحاما يا يبلدن محنكرا مرتي لوينينيا وجندي وجندي لأن الرسول كان نور شيء صلى الله عليه وسلم ورسولك وحيدي مرتي أشد المرتي ابتلاء الأنبياء تذكى لغو امتحامه يوغو حنون كبدن له يوغو مرتي مسيبوين كلو جيستو وإن جيسو مري نقصد يود مسيني بالله أيوب مركي إنو تاريخ الأنبياء كورميني إنو سديد يطبان سنضاد عرب كيسة يا عقل جيسة يا ودنيه سو الذكر جه يمو يعني شركيسي إنه حنو دميه
oo ilaahay uu sabray waa nebi rasuul ah lidalika rasuulku wuxuu yidhi dadka waxa ugu adag xagga imtixaanka alambiyaa uma lamhal ka ku xiga uma lamhal lidalika ilmahan saqiirka ahi jannada ayuu ku waari doonaa ilaahay wuxuu siin doonaa shafaaco marka in la imtixaamo ilaahay ximad buu ka damacsan yahay ilaahay darajaad buu sare ugu qaadayaa uma lamhal falamhal lidalika qof kastoo imtixaanka loo yareeyaa darajada aakhiro uu ka hooseeya kuwa kale nin kasta oo sare darajadiisa iyo imtixaankiisa yani sare loo qaada darajada uu ka sarreeya gabadh baa u timi rasuulka sal alay slam masaajidkii rasuulka yanihi ugu timi markaasa wuxuu tii ya rasuul allah inii usracu waa laylegdaayo waxaan leeyahay xanuunka suuxdinta maaratay fadcullaah li maaratay inuu ilaahay iga faydo xanuunkaa suuxdinta waxaa maaratay ilaahay ii bari rasuulku wuxuu sal alay slam waan kuu baryi doonaa waanad caafimaadi doontaa laakiin darajadaad jannada ka gelaysa iyo darajadaad imanka haddaad ku sabirto aad gelaysa isku mid maaha in shi'ti buu yihi dacawtu laki maaratay ilaahay baan kuu baryi ilaahay wuu kaa faydi wa in shi'ti haddaad doontana sabarti waad ku sabri calaa dalika oo ilaahay darajo sarraysa oo weyn buu jannada ku gelin balka waran saxaabada caqligooda waxay tiri asbiru calayh xanuunkan ku sabraya bay tiri ee waxaad ii baridaa uun allah maaratay atakashafa maaratay cawrati cawradaydu inaanay kashifin marka aan dhaco ee suuxo waxaa la yidhi cawradii buu ilaahay cawrada waastor waxaa la yidhi weligeed cawradeedii maaragtay lama arag markastoy dhacdo ilaahay wuxuu sii ogeysiin jiray inay dhacayso markaasi cawradeeda intay isku habaysato bay dhici jirtay suuxi jirta jannadii baanay gashay iyadoo jannada maxaan ku dhahay adduunka soconaysa bay saxaabada odhan jireen ma doonaysaan gabadh ahlujanna wata halkaa maraysa lidalika balo fiirso walaalayaal yacnihii rasuulkii baa leh ina lilmowti geerida waxaa usugnaatay la sakaraad lidalika dadkeena qaarkood baa qofka hadduu kansar ku dhaco ama xanuun adag ku dhaco waxaanayaan qofkaas ilaahay baa neceb waa been qofba qofka uu ilaahay imtixaamo uu ka darajawan yahay waa jaahilnimo qofkaad aragto in adduunka lagu imtixaamay isagoo muumin ah darajada uu leeyahay ma gaari kartid ma gaari kartid lidalika waa ambiyadii baa la imtixaamaya saalixiintii baa la imtixaamaya shuhadadii baa la imtixaamaya lidalika xataa qofka shahiidka ah ee maaratay ugu imtixaanka badane ee jannada shahiidka ugu xooga badan li waa kee waa rasuulku wuxuu yihi waa ninka maalkiisa iyo naftiisiiba la baxa ee markuu maaratay jihaadkii galo naftiisiina aan lasoo noqon maalkiisiina aan lasoo noqon weliba daabaduu la baxayna maaratay cirbaha la gooyan waxba lasoo noqon kaasaa ugu darajo weyn laana imtixaankii uu ilaahay dartii u galay ayaa waxa weeyaan maaratay rikoorka jabiyey lidalika rasuulka waa la imtixaamayaa sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam xataa qaalat caaisha ay tiri maata rasuulullahi rasuulku wuxuu ku dhintay bayna xaaqinatii aniga laabtayda iyo wadaaqinatii yacnihii garkayga ila rasuulka halkaa laabtii ku haysay sala allahu alayhi wasalam aniga yani laabtayda iyo garkayga maaratay daqniga yacnihi labadaa ayaa rasuulka ku hayay bay tiri markuu maaratay go-ay wa fii riwaaya bayna saxri halkaa sambabkayga saxradu waa sambabka iyo wanaxri dhuuntayda waa isku macne sambabkayga iyo dhuuntayda ama laabtayda iyo maxaan ku dhahdaa maxaan ku dhahaa garkayga ayuu rasuulku u dhexeeyey bay tiri famaa maaratay akrahu nicmaayo bay tiri shidati lmowti geeri adag cidna uga maaratay nicmaayo liaxadin axad axad yacnii sakaraadka lagu dhibay ka nicmaayo bay tiri bacda maa ra'aytu rasuula allahi sala allahu alay slam markaan arkay rasuulka sidii nafta loogu dhibay cidda ma u nicmaayo bay tiri laana rasuulkii nebi maxameda sida uu dhintay si ka khayr badan ma jirto imtixaankuna waxa weyaan maaratay ilaahay subxaanahu watacaala dadku markay cilmi leeyihiin ayay fahmayaan maaratay waxa ilaahay maaratay dadka imtixaamayo xadiiskaana bukhaari ayaa kitaab almaqaazi kusoo saaray tirmidi baa janaiz kusoo saaray calaamat aluulaa marka lixda shay ee uu rasuulku yidhi way ugu horeeyaan saacadda waxa weeyaan waa geerida rasuulka ay ahayd waqad waqad hadi lcalama calaamadaas way dhacday calaamatu thaaniya waxa weeye uma fatxu lbeyt lmaqdis beyt lmaqdis baa furan doontaa bu rasuul ku yihi waqad waqacdiina way dhacday aydan hadihi lcalaama falaqad futuxa beyt lmaqdis beyt lmaqdis kor maa la qabsaday waxaa la furtay fii cahdi cumar ibn khadaab biqiyaadati abi cubayda ibni jaraax maaratay amiinu hadihi lumma oo casharatu mubashiriin kamid ahaa ayaa hogaaminayay ciidanka falaqad maata wuu dhintay rasuulku sala allahu alayi wasalam rasuulku wuxuu dhintay fii caami lxaadi lcashara sanadkii koob tonaad min alhijra wa fataxa allahu calaa asxaabihi ilaahayna wuxuu asxaabta rasuulka u furay yacnihii beytulmaqdis fii cahdi cumar maaragtay ayuu beytulmaqdis u furay fi lcaami asaadisi alcashar sanadkii lixiyo tobnaad min alhijra
marka rasuulku isagoo 5 sano sii mootan ayaa maartay baytul maqdis saxaabadu ay ka furteen nimankii gaalada nasaarada ahaa wajaa cumar ibnu khadaab baa yimi min almadiinati ila ardi filistiin buu tegey intuu madiine ka tegey liyastalima maartay biyadihi mafaatiixa baytulmaqdis si amiirka muminiintu gacanta ugu qabto furayaashii baytulmaqdis ee gaalada lagala wareegay fii mawkibin isagoo socda mawkib iyo makaan muhiimin laga haybadaysto jaliil weyn yani xaalad laga haybadaysto isagoo ku sugan buu madiine kasoo baxay hashiisii buu wataa baytulmaqdis buu tegaya waa dhowr kun oo kilomitr ayaa la safraya yasdaadu jamaala wa jalaala siduu u siyaadsado qurux iyo maaratay weyni bitawaaducihi cumar ibnu khadaab axad tawaaduc badan buu ahaa radi allahu canhu amiiru lmuminiin faaruuq kii xaq iyo baadilka kala soocay alawaab ee toobada badnaa cumar ibnu khadaab yaa la socda cumar ibnu khadaab khaadimihi maca khaadimkiisa baa la socda calaa dahri daabatin waaxida maxay wada wataan isagii khaadimkiisu hal neef oo geela ayay wada wataan yarkabuhaa taaratan mar cumar baa fuulaya amiirkii muminiinta iyo madaxweynaha ummadda nebi maxamed oo dhan intii ilaahay rumaysay wayarkabuhaa marna waxaa fuulaya khaadimuhu taaratan marna khaadimkiisii u shaqaynayay bahasha fuulaya falamaa aqbala markuu soo qaabilay calaa ardin dhul oo baytulmaqdis dhulkii baytulmaqdis markay soo gaadheen wamarad bihi daabatun wamarad ay soo martay bihi daabatuhu fii makhaada meel daad iyo gelgelin biyo ka buuxaan dhooqo ah fii barkatin maa barkad biyo ka buuxaan ayay hashii kusoo beegantay khashiya cumar wuxuu ka baqday an yamura almakhaada isagoo hasha saaran in biyihii daad maaratay gelgelinta hasha ay ku dhex dhacdo ay dhex marto wahuwa calaa dahri daaba isagoo hashii saaran fanazala wuu ka degay intii hashu aanay maaratay meeshii qaydarka ahayd ee biyuhu fadhiyeen intii hashu aanay ka gudbin fanazala waa ka degayo wawadaca xidaahu ila dhulkuu qoyanyo roobaa da-aye labadiisii kobodna wuxuu gashaday taxta ibdayhi halkaa labadiisa kelinkilood ayuu kabi iska gashaday wa jara wuxuu maray marka oo uu daba socday isagoo kabala ila dhulkaa qoyane addaabata khalfa yacni daabadiibuu maxaan ku dhada maratay iska daba socday falamaa ra'aahu markuu arkay cumar abu cubayd ibnu jaraax abu cubayda oo baytulmaqdis iyo ardul falastiin iyo shaam oo dhan gacanta ku dhigay oo soo dhoweynaya amiirkii muminiinta cumar ibnu khadaab ayaa wuxuu arkay cumar ibnu khadaab oo kabi halkan ku sita oo dhooqadii dhex jiifa oo yani dhex maraaya oo hashiina maratay uu khaadimkiisa wado maratay qaa'idu maratay juush almuntasir isagoo isna ah ninkii ciidamada muslimiinta ee qabsaday dhulka shaam oo dhan hogaaminayay qaala wuxuu dhihi amiir almuminiin amiirkii muminiintow ma axabu ma jecli ana alqowma qoomkii qad istashrafuuka inay ku arkaan yacni laa uxibu ma jecli an yaraaka alqowmu gaaladu inay ku arkaan wa anta fii hadihi alxaala ilay nimankan laga qabsaday baytulmaqdis waa nimankii haystay yurub oo dhan oo markaa dimishiq iyo urdun iyo falastiin iyo baytulmaqdis iyo dhulkaas oo dhan nimanka reer yurubaa haysta waa kow qaala wuxuu away amartay awihi buu ihi hadhihin buu dhi ya aba cubayd abu cudow low qaala ahaa kayruk waxaan jeclaan lahaa buu dhi kelmaddaas adiga cidaan ahayn inay tidhaahdo adigoo casharatulmubashiriin ka mid a oo dadkii beder loogu bushaareeyey ka mid a oo dadkii maxaan ku dhahdaa loogu bushaareeyey beecat ridwaan ka mid a oo dadkii jannada loogu bushaareeyeya inaad adigu hadalkaa tidhaahdo ma jecli buu dhi ya aba cubayda laqad kunnaa waxaanu ahayn buu dhi maaratay adalla qowmin waxaanu ahaan jirnay buu dhi qoomka adduunka ugu dulleysan ee mushrikiinta ee bakhtiga cuna ee gabdhahooda dila ee maxaan ku dhahdaa maaratay iscuna ee aan adduun iyo aakhira midna aqoon kuwa ugu dulleysan baanu ahayn fa acazana allaahu ilaahay wuxuu maaratay nagu cuseeyey bilislaami islaamnimada famahma mar kasta oo ibtaqayna alciza haddaynu cizada islaamka waxaan ahayn ka daynayay ilaahay fii kayrihi kayri maaratay islaamkan iyo ilaahay cid aan ahayn haddaan cizada ka dayno ilaahay cizigiisa maaratay aan ka tagno cid kale wax moodno adallana allahu buu ihi ilaahay baana dullayn doona buuhi waliyaadu billah ilaahay baana dullayn doona lidalika fafii maaratay fafii cahdi haada alawaab cumar waktigaa cumar radi allahu canhu ee noqoshada badan leh wa fii cahdi amiin lumma iyo amiinkii ummadda waa maaratay abu cubayda ile aabihii buu jihaad ku dilay intuu 3 jeer ka leexday abu cubayda wuxuu ahaa ninka qura ee aabihii qorta ka gooyey markuu 3 jeer aabihiis hortaagay ee 3 jeerba uu ka leexday waxaa la yidhi wuxuu ahaa amiinu hadihi lumma yacni islaamnimada xataa aabihii buu ka doortay oo ninka ugu aaminsan ummadda ayuu ahaa abi cubayda radi allahu canhu ibni jaraax fataxa allaahu kii ilaahay u furay baytulmaqdis wa asalu llaha ilaahay waxaan weydiisanaynaa an yaruddahu ilaahay inuu soo celiyo min jadiidin
يعني يصير عصب الى المسلمين. مسلمين تا هوري بيت المقدس اسي حريه ما انتن يا هيستا ما انتن يهود او غاله او مارت يعني ملعونين هيستا الى هي وحو يدينا ابو الشيخ ولي نغانتنا الى هي كسو عليو انه الى هي ولي ذلك اسغا تا مارت اسكله او توليه او مارت ولي ذلك والقادر عليه الى با تا مارت اوده علامه صدحات وحويان مارت ان ان اي ددكو دمن دونان ددكو اني دمن دونان oo calaamada saddexaad waxay tahay rasuulku wuxuu yiri ka qucaasil qanam in laba geeriyood ay ku dhici doonto muslimiinta sida xooluhu uu sababku maartay u laayo kal wabaa iladii yusiibu lqanama sida xanuun asiiba adhiga oo fahlukaha wawa shayin yasiiru min unuufi dawaab yacnii xanuunkaasi neefku sankiisa ayaa maaratay waxaa ka yimaada maxaa duuf fara badan markuu dhimanayo oo fatuhliku fi lxaali markiiba uu dhintaa وقد قال العلماء وحيدان بأن هذه العلامة قد وقعت أيضا في طاعون الأمواس على مدى سويد عذبين هذين طاعون كي أمواس لورين شري أصحاب هذا يو إن بدنا أمد أن محمد أي كل انتين يكرد عشام في بلاد الشام وكان على الراجح سيد الراجح نوحى من أقوال الجماهير أهل السير والتاريخ في 18 على مدى سويد على سنة في ستة تمناد من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم هجرة النبي وقد قتل في هذا الوباء حنونك ضاعونك لورين شري مرت أمواس وحى كل انتين في هذه الطاعون 25,000 شن يلا باتنكن أو من المسلمين المسلمين تكمدة وعلى رأسي محكمة أمير الأمة يا كمدة شرق رأي لهين بركي ولا دمانتين أبو عبيدة ابن الجراح بكم ده هي كلن تي بل وضعنا فيه أيضا وح لغو امتحامي أو لغو دعني أو مات بسببه حنوك أسي كل عضي معاد بن الجبل صحابي قلون شري حلاش يا حارانتا رسول كودوا كيدون كوا قوانتا بدن لي حبيب رسول الله كي رسول كوتشعلا معاد بن جبل رضي الله عنه ربني سلمة أنصاريها وعلامة الرابعة علامة أفراد حسد حادو حوي ها تافراد حوي ثم استفادة المال إن مالك فربضان دون آخر زمن كإنت علامة يرير ساعدة كهر رأي ثم استفادة المال حتى يعد الرجل ننكي بحول الله سين دون 100 دينار بقول دينار الذهب على سين دون وحر دون أو فيظل ساخدة وعرون دون واستفاده محن كل هذا ماله مارت أي ما تك وبدن دونه أي مارت كثرته استفادة المال أي كثرته بدين سوي فقد ثبت في صحيح البخاري وحاكوس عن من حديث عدي بن أبي حاتم قال وحر بينما أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم أنا رسول كل جوجا إذ أتاه رجل نبايمي فشكى إليه الفاقة لبنا وحوجا الشيكتي رسول كل جدع ودي فقير نمو يعني الفقر ثم أتاه آخر من كلاوي يمي رسولك أو فشكى ما تقطع سبيل من كلاوي حور الطريق قبل لجويه يعني إن من توقع دولك يا أردن مارتي قبصدي وطريقي لم أمني ماها فقال نبي نبي قبا يلي العدي من حاتم وحكوري يا عدي عديو هل رأيت الحيرة مقالد الحيرة لا متقن حيرة وحكوتها على العراق قيبت عربت سوحكتا أي هي دو مارتي إن منكي عربيدة دبردي لفكو هانشري فرص أي الدولة محنك رأي دو مارتي هل كاكول هانشري هل رأيت الحيرة مقالد الحيرة لا العراق قلت الله مارتي قلت الله ما رهابو لما يمان عرق وقد مارتي أنبئت عنها لكن ولا يجيش كي فقال نبي نبي قوحوري فإن ضالت بك حياته هذين نلاشك وقول إراته لا ترين الضعينة وحضرك دون توقف الضمرة ضعينة ده وحلا ده هي المرأة في الهودج والضمر ك أور كمرك لا ساره هودج كيرة محنك ولا ده قل كيرة أور كلا ساره لقول إحلي ده الذي يوضع على البعير أور كلا ساره أي ذلك يو ترتحل من الحيرة كل جد أور كده يهودج كده كسوك حيسان دون من الحيرة مقالة الحيرة غير هذا حتى تطوف بالكعبة إلا كعبة إسكت وافته لا تخاف أحدا إلا الله يدن إله مو عندك بقين إنه كل جيده يعني سد أمن جيده ولني ماذا أهلي دونتان قلت وحن كوري فيما بيني وبين نفسي قلت وحن كوري بري فيما بيني وبين نفسي أنا قد أحتاج إلى مارتين نفتي إذا ها يعني أنا قلت وحن كوري فيما بيني وبين نفسي أنا قد نفتي إذا بواحد كف قضى وأنا سويدي نفتي إذا فأين الدعار الطي تلو نمان كير الطي إيه ماشي يا ليه دت كدي عشرين توكتها حقيقة من دونان الذين قد سعروا مرت البلاد كوي بلا مرت قولك قوي ترى حقير العيق أدون أين هؤلاء الذين مرت قد طريق على المسافرين كويد مسافرين تأن قولك أنا أمري تشرين تلو سير الله مارين دونا ولا إن دارت بك بور حياتهم رسولك يقول بور هذين رش بور على تعليم حاتمه لا تفتحن وحفران دون تان وفران دون تان كنوز كسرة نك كسرة الله يلهو ونك الحال كشي كينني كيسر محن كل هذا بقر ردي يعني بقر كي جدا بيجي غير روم قلت وحن كل اللي مارتي كسر إنه هرمس ما كسر أو حلا هذا كان كأو حلا هذا كأو حلا هذا مارتي محن كل هذا كسر وحوي إنه هرمس وانكي يعني هي فرص دولتي بيرشي هذا مارتي وانكي ما لحظها قلت وحن كل
كسرى ابن هرمز ميا قالوا حلو كسرى ابن هرمز ولا إن دالت هدية كودا راتبك حياته حياته لا ترين وحضرك الرجل نينكا وهذا هو شاهد ها أي غرك دونتا وهذا هو نينكا باركيو وهذا هو شاهد يعني هلكي ندون نيني نكهد الله واكن يخرج لا صبيح دونا ملء الكف يسوي قعنتي صبيح دون من ذهب أي نينكا لسين دونا ولا صبيح دونا أو فضة أم العقة يضلب دبادنا وحضل بدونا ما يقبله إياك أقبله منه يو فلا يجد هلما أحدا أو يقبله منه وحضر مركا فرطان محمد كسرى ابن هرمز ها يعني وحيدي وحفران دون تبولي ولا مرتي ولا اندارت بك حياة هذه كل أراته وحفران دون وحفران دون تانو أقفصان دون تان كنوز كسرى بهلي دون تان كو كسرى ابن هرمز ما يقول قال ها كسرى ابن هرمز ولا اندارت بك الحياة وحضرك دون تايو لا تريان الرجل انك بدرك يو وان هلك الربا يعني سي حلو بدن دونان وهذا هو شاهد ارنت ان وجهنا ويه يخرج انك با وحلا صبح دونا ملء الكف من ذهب ملء كفه كعنتي سمجدو من ذهب بالسين دونا او فضه ام العقه يطلب رادين دونا من يقبله يعد كاقبش من حقيسو فلا يجد احدا مهل دونا احد يقبله كاقبل منه يعني نين با ذهب سن دونا ددك صدقيسو اما زكو بخي حلو سي فربدنيان ما سهل يعد حولك قاده ثمانيه تا قال عدي فرأيت وحن الكبير أطعينة قفك يدمر هوان الكبير ترتحل من الحيرة يكسو يعني حيرة كتمي حتى تطوف بالكعبة يدن عدل لسعون أوه لا تخاف إلا الله إلهي مويعد كلابين وكنت وحن هابور في من عدي افتتح فرطي كنوز كسرى من هرمز كنوز يعني كسرى حوله سي نمان كي فرص يعني انت قنت كتران حوله دي فرطينة كمدن هابور صلى الله عليه وسلم الصادق قال ولا إن ضالت بحر يسق عدي من حاتم يسق أصحاب الله ليه يدتك سلف كها ولا إن ضالت بكم هديد كل أراتو حياة نرشو لا ترون وحارك دونتان ما قال النبي صلى الله عليه وسلم نبي جوحي إلى أبو القاسم آه يخرج إنه الله صبيح دونه كفيه يعني مالك يسق محمد كل عيد السيوائي صدق لا على مضض بينه عاو هلك كديننا والله الحمد صلاة عشاء من دنيا سوت كده إن شاء الله ان ساعد كدب والله الحمد ما ساعد يبر كدب تفسير كي قران كاي نو جرى هي نو اهات ان شاء الله هلكنا درس انت سين كو غبغيننا انت ان نو شير غريا وجزاكم الله خير وصلى الله على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالم انك حميد المجيد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ساعد كدب ان شاء الله تفسير كي بينو مرتي اخري دونا ان شاء الله سو دوه الى هيدين بركيه.